اني ما اجيه الا اكل كثيره الشحوم هو مثل ياكلها عندي وهو ما يعلم، لكني دعيت له في ظهر الغيب. فعل الخير ما الان يا اخواني ممكن عندك قريب تتاذى منه، او عندك مسلم اخطا عليك، او عندك ترجي منه العفو، قدم له صدقه في هذا الوقت. تبرع الان، خذ تطبيق الراجحي وتبرع، فطر 10 صايبين ولا 100 ولا 50، وادخل على التطبيق وعلى استدامه، وفي نيه تقول اللهم عن اخي فلان، ولا انت تقول عن اختي فلانه، ولا بعض النساء تتاذى الحين من عمتها ولا من جارتها ولا من اي اخوات زوجها، تصدقي عنهم وادعي لهم لعل الله يبدلك ان شاء الله بحياه هنيئه وموده ورحمه. واللي تقدمونه ترى لانفسكم تلقونه عند مولاكم سبحانه. الله اكبر. كذلك ابو عبد الله، بما اننا نتكلم عن التفطير، الانسان كم يخطئ وكم يقصر وكم، فالانسان يجتهد في جمع الحسنات حتى ياتي يوم القيامه يلقى الله سبحانه وتعالى اقل شيء تكون يعني في موازنه، كم اغتبنا وكم يعني قصرنا، كم رأينا، كم سمعنا حرام. أو وعندما أن تجتهد في جمع الحسنات يأتي يوم القيامة لو تكون فيها توازن أقل شيء، يعني الله يرحم حالنا يعني، ونسأل الله السلامة. يعني طبعا الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعل حسناتنا أكثر من سيئاتنا، لا تكون أحادنا أكثر من عشراتنا، نسأل الله السلامة. وهي عندما تتبرع وتنفق وتتصدق وتفطر لنفسك، كل نفس بما كسبت رهينة، أنت تقدم ترى لنفسك. الآن مثل ما ذكرت تريد أن تصلح، تريد أن الله يسخر لك، الله يهدي لك ذريتك، يصلح نيتك، يصلح عملك وشأنك وحالك، فقدم لله سبحانه وتعالى. وهذه الجمعية جمعية استدامة كفتنا، بدل ما نروح ونوقف هناك ونتعب جزاهم الله عنكم وندور ونتنقى أطيب الطعام، جمعية استدامة شغالة على قدم وساق بأخذ أفضل الأطعمة وتقديمها في سفرتهم في إفطار الصائمين في ساحات الحرم خير بقاع الأرض. والله 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 إننا محسودين. نعم. أغلب العالم يحسدنا ويغبطنا غبطة ليس حسدا، إنما غبطة على الأعمال التي نقدمها ونفعلها بسهولة ويسر. افتح التطبيق مال الشحم وقدم لنفسك تجدها يوم القيامة، وفطر الصائمين بدون ما تتعب. يعني من أول كم يحتاجون المساجد، وحتى يروح لأن يقدم. نعم. يمكن يجي في شبهة قانونية ولا شبهة. الآن الجمعية هذه يا أخواني أنا أعرفها ترى أبو عبد العزيز، جمعية عندنا في مكة، وهذا عملها ترى متخصصة في تفطير الصائمين وفي الحفاظ على النعمة، وفي يعني هذا عملها الدائم يا اخواني. فتخيل الان هذه جمعية رسمية نظامية 100%، كل شيء نظامي، والراعي لها قناة معروفة مثل قناة الواقع، والداعمين لها جمهور راقي هو جمهور قناة الواقع. ويعني وامتدادا لكلامك ابو عبد العزيز في اجر الصدقة، اغلب اعمال الانسان زي الصلاة ولا زي قراءة القرآن ولا الحج ولا العمرة اذا ما توقفت صح الصدقة ما توقف يا اخواني. يا سلام. فالحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمل الا من ثلاثة، منها صدقة جارية. يعني هذه الفلوس اللي تروح عند الجمعية ترى صدقة لك جارية تمشي، ربما انها تتزايد وتضاعف في الدنيا والاخرة عند الله. يربيها الله كما يربي احدكم فلوه. وبعدين اعانة، يمكن بعض الناس عنده بعض الحظوظ العاثرة الله غضبان عليه، وفي الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة تطفي غضب الرب، تطفي اخواني وتقي من ميتة السوء. يعني تبغى الله يرضى عنك وتبغى خاتمة طيبة ما يمي تفسو عليك بالصدقة، انفق له بعشر ريال، خمسة ريال، مئة ريال. أسلم أبو دخيل ذا الحين أطول عمار. أسلم. الجمعية هذه الله يجزاهم خير وما يسمع، بدل ما تروح أنا أذكر لك رجال يبنون خامة وكل واحد يجي له بأغراض يستربدون ويتعبون أنفسهم ويشغلون أنفسهم ولا يروحون يعطونها ما لا يستحقها. ما لا يستحقها. انا استحق من غير، لكن هذه على طول وفي الحرم. في الحرم فطر صايم في بيت الله الحمد لله. الصلاه في الحرم 100,000 صلاه معروفه ومعتمده، وجميع الاعمال قص عليها جميع الاعمال يا شيخ. يا سلام. جميع الاعمال قص عليها طبعا. صدق الان كيف تضاعف كيف افضليه المكان والزمان الان اجتمعت. ترى كثير والله يرسلون من الخارج، يرسلوننا من أهل اليمن، من أهل ليبيا، من الجزائر، من الأردن، يقول نتمنى
ان من هذه البلاد حتى نشارك معكم يبغونك في اعمال شيء ترى. اي والله والله ما عندهم شيء يعني حتى تصل الحواله وكذا يقولون صعوبه علينا، ونتمنى ان في بلادكم او من بلادكم حتى نعمل هذا الشيء. فترى هذه من اكبر الكرامات انك تستطيع ان تفعل الخير وانت في مكانك، ولا احد يعلم والله انها من الصدقه المخفيه التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. لما تفتح انت التطبيق وتدخل من يشوفك الا هو سبحانه وتعالى. لو ذكرنا اسمك على الشاشه حنا اسم عندنا يعني كانت دائما معنا مشاركه ريم المالكي ومنى السفياني في الاوقاف السابقه كانت دائما معنا مشاركه، لكن من يعرف منى السفياني او ريم المالكي؟ ما يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. اي والله يعلمها الله. إيه والله. يعلمها الله وبتحصل كرجل او امراه والله ما يعلمك الا الله. وانما لما نذكر الاسماء هي للتشجيع ودفع رفع المعنويه حتى الناس تقبل على هذا الخير، ونحن نسوق الخير، ونحن من فضل الله علينا نشارككم في الاجر لاننا نتكلم عن خير. ولا لا يا ابو عبد الله الدال على الخير تبع عليه يا سلام. وبعدين التبرع هذا او الصدقه هذه في اي عمل يا اخوان للصيام، وتخيلوا عظم اجر الصيام يا اخوان. الله سبحانه وتعالى في الحديث ان الله سبحانه وتعالى يقول الا الصيام وانا اجزي به، يعني تخيلوا لله المثل الاعلى، تخيلوا لله المثل الاعلى سبحانه وتعالى وجل في شانه. لو يجي الحين واحد يقول جاء موظفين القناه هذولا كلكم رواتبكم على الحسين، الا انت يا ابو تخيل راتبك يعطيك اياه الملك. بيرقد ابو تخيل ذا الليل؟ ما يرقد. ليه؟ يدري ان الملك الله يمد بحياته مدته غير وعطيته غير، صح ولا لا؟ هل لله المثل الاعلى. لله المثل الاعلى يا اخواني. هالصيام الله اللي بيجزيبه، الله ما هو بأكرم الأكرمين؟ ها وش رأيك لا شاركت هذا الصائم في الأجر؟ من فطر صائما فله مثل أجره. وفي الحرم. أحسنت. يا أخواني والله فضل، أسأل الله إني يستخدمنا وأنت في طاعته. ويدلنا ولا يضلنا، قولوا هذا يقول اللهم ادلنا ولا ضلنا. آمين. تفضل الشيخ جابر. أبو عبد العزيز فيها قصة وردها الشيخ فهد العموش. أسلم. بخصوص الإصلاح هذه. يا سلام. يقول سبحان الله اثنين متقاطعين وهم أقارب. جلسوا سنين وهذا يقول سبحان الله يوم جاء ليلة العيد إن شاء الله أن يبلغنا رمضان جميعا وأن يوفقنا لإدراك العيد وأن يجعلنا من المقبولين. يقول يوم جاء ليلة العيد هذا قام يرسل رسائل بالعيدية هذه، فأرسل لهذا الشخص يقول عندما قراها يقول استغرب، يقول أنا زعلان مع الرجال كيف أرسل لي الرسالة هذه؟ يقول والله ما أرجع منها إلا يبكي ويتصل عليه. يقول كيف أرسلت لي هذه الرسالة؟ قال خلاص جلسنا سنين متقاطعين وجتك الرسالة وندمنا، فكانت سبب الإصلاح ذات بينهم. لا تقابلت الوجيه يا شيخ جابر طاح نص الزعل. الله أكبر. أنا في قضايا الإصلاح لا جيت أروح للرجل في بيته الحالة، وطبعا ترى حتى هذه نفسيا يا إخواني إذا بتصلحون بالأحد خليه يفضفض ثم روح استمع له. يروح معي ناس يستغربون قلت لا خليه يفضفض، يقول ما عنده ويعطي ما ويبرر نفسه ويعطي نفسه الحق أنه الصح ويحط الطرف الثاني انه هو ولا شيء ولا تعرف النفس البشريه كذا. استمع له لا خلص. قلت انا طالب الله ثم طالبك نحضر في مجلس وانا بتسفيك في ذا الكلام، انت لا تقول شيء. انا الان ايقنت ان رفيز كان غلطان يا اخي غلطان وعليه من الله ما يستحق. وزهله وزهله عندي وزهله وزهله عندي. اروح للطرف الاخر لوحدنا واخليه ايضا ترى بعض الناس الصلح جامع الناس ما يعرف، خلنا حتى بزوجتك يا اخي حتى اولادك يا اخي يا اخي اعطي الناس هامش من الحريه للكلام بس خلها تفضفض. لان جاتك على طول بعض الزواج الحين حتى عندنا في ارشاد اسري لقى مشكله مع زوجته على طول ما يتكلم نقز عليها اسكتي اطلعي يا اخي خلها تحرج خلها تتكلم. ترى والله نص الحلول انها تطلع لي في صدرها من كلام. والله لا جيت الثاني نفس الكلام ثم سبحان الله قلت تقابله قالوا مستحيل والله لو تقابلنا يمكن يحصل شيء. والله يا اخواني انه من يوم يفقعون عين الشيطان ويتقابلون اثنين يتسلمون ان اغلب الحالات عندي من يوم يتشافوا العين في العين انهم يتباكوا كل واحد ندم. والله ان اكثر من واحد انهم لا تقابلوا. والله اذكر في مكه اسره كريمه ويمكن لهم 13 سنه الارحام وانسباهم متخاصمين متخاصمين وكانوا يقولون كلام يعني واحد يقول كيف تجمعهم يمكن تقاتلوا. قلت له ان شاء الله الله يعيننا عليهم بس تعال معي انت وفلان وفلان احتياطا. والله يا اخواني يوم تقابلت العيون للعيون والله انه ما رد بعضهم على بعض الا بدموعه. ليه؟ لان ابليس خلاص الان اندحر وتقابل الان ورجعوا لطبيعتهم يا اخوان. ترى طبيعتنا الطيب لكن الشياطين الزلجن الله يكفينا وانت شرهم. جزاك الله خير ابو عبد الله. اتذكر قصه لرجل وابن عمه